عليه نصلي ونسلم، وعن الآل والصحب نتردى ونكرم. في ليلة تتنزل فيها النفحات، وتتهيأ فيها ويتهيأ فيها الحجيج للرقي إلى عرفات، وفد رواد الأمة ومنارات السبيل إلى قاعة المؤتمرات الكبرى بسعي حثيث ورعاية كريمة من فخامة الرئيس، وبتشريف من فضيلة الإمام الأكبر شيخ المسلمين والأزهر، وبإشراف متتابع وجهد كبير من فضيلة الدكتور الوزير، وتتلألأ في قاعتنا الأنوار بحشود من العلماء وكبار الزوار، وجميعنا يتوق إلى تنزل النفحات لسماعنا ما تيسر من الآيات. فبالقرآن نهتدي، وبحكمه نرتقي، وبه نبتدي مع الشيخ أحمد الحداد، فليتفضل. مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. بعد هذه التلاوة المباركة يتأهب جمعنا لسماع كلمة الترحيب، كلمة سطرت بأيدي المحرمين وفي رحاب الطائفين ودعوات الساعين ورقرقات التائبين
وأشواق المحبين. وإن كانت قد سطرت في خير بقاع الأرض مكة، فإنها تلقى في أم الدنيا مصر المباركة، مع كلمة فضيلة معالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي، يلقيها نيابة عن فضيلته الشيخ محمد عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، فخامة السيد رئيس الجمهورية الأستاذ الدكتور محمد مرسي، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، السادة الحضور والإخوة الأبناء الأئمة والدعاء، الأئمة والدعاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جموع الأئمة والمشايخ، أتقدم بخالص الشكر للسيد رئيس الجمهورية لمبادرته الكريمة بلقاء أبنائه الدعاء وإظهاره الاهتمام بهم والعمل على تحسين أوضاعهم والرقي بمستوياتهم. ونؤكد في هذا المقام على أن الدعاء إلى الله تعالى هم قاطرة الإصلاح، هم قاطرة الإصلاح في المجتمع، والاهتمام بهم ينعكس إيجاباً على نواحي الحياة جميعها. وصدق من قال: ذو العلم في الدنيا نجوم هداية، إذا غار نجم لاح بعد جديدا. بهم عز دين الله طراً، وهم له معاقل من أعدائه وجنوده. ومنذ أن شرفني الله تبارك وتعالى بتحمل مسؤولية وزارة الأوقاف، ونحن لا نألو جهداً للرقي بهم فنياً عن طريق التدريب والتأهيل، والرقي بهم مادياً عن طريق رفع البدلات المخصصة لهم والمطالبة بكادر خاص لهم يتناسب مع أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم. ولما كان إصلاح القيادات أمراً لا بد منه للسير قدماً في طريق التغيير إلى الأفضل، فقد وضعنا خطة لاختيار تلك القيادات في جميع الإدارات المركزية والفرعية على أساس الأمانة والكفاءة، ووضعنا في خطتنا إعداد صف ثان وثالث يسمح للفئات التي كانت محرومة ومهمشة من قبل أن تتولى المسؤولية بالتدرج، بحيث لا تكون هناك بحيث لا تكون المناصب حكرا على فئات بعينها. أما فيما يخص المساجد، بدأنا في إعداد خطة لتسكين كبار الأئمة والدعاة والمتميزين منهم بالمساجد الكبرى، وأصدرنا الأوامر بفتح المساجد في أوقات النهار وقصر صلاة الجمعة على المساجد الجامعة دون الزوايا، ونجتهد في تعديل اللوائح المنظمة للمساجد الكبرى وضبط عمليات التبرع لها،
وقد بدأنا بضبط التبرعات بصناديق النذور مما أسفر عن زيادة تفوق 100% عما كان من قبل. وإلى جانب الاهتمام بأمور الدعوة والتي هي عصب وزارة الأوقاف، أولينا العناية والاهتمام بجانب آخر لا يقل أهمية، وهو مال الوقف، مال الوقف الذي تشرف على تنميته واستثماره هيئة الأوقاف المصرية، حيث وضعنا في خطتنا أن نعظم استثمارات الوقف بالدخول في مشاريع توفر فرص العمل للعاطلين وتنمي الاقتصاد القومي وتغطي حاجة الدولة من خلال مشاريع زراعية وصناعية تغنيها عن الحاجة إلى الاستيراد، وتعود في ذات الوقت بريع أكبر يصب في مصلحة مال الوقف ويعظم استثماراته. وإلى جانب الدعوة وهيئة الأوقاف يأتي دور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي توارى عن المشهد خلال الفترات السابقة، حيث بدأنا في الاهتمام بإعادة دوره العالمي والمحلي، وستكون أولى ثمراته بإذن الله تعالى عقد المؤتمر العالمي، والذي يقيمه المجلس الأعلى كل عام في مناسبة المولد النبوي الشريف. سيادة الرئيس، إن مجالات العمل وفرص التطوير في وزارة الأوقاف مبشرة وواعدة، وأملنا في الله كبير أن تتلاشى صور الفساد التي شابت هذه الوزارة وغيرها من القطاعات المختلفة بجهد من الجميع، حكومة وشعبا، في ظل قيادتكم المباركة. وكل عام ومصر وسائر بلاد العالم الإسلامي في خير وتقدم وأمن وأمان. وفقكم الله وسدد خطاكم وأسعد بكم البلاد والعباد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والآن جاء دور العلماء والدعاة، جاء دور الصلاة الكماة، جاء دور الرجال، رجالات الأزهر وأعلام المعرفة، جاء الدور على من حملوا راية الوسطية وبددوا ظلمات الجهالة واصطفاهم الله لحمل كتابه، فجعل أحسن القول على وجه الأرض قولهم، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جاء دور علماء الأزهر، جاء دور علماء الأزهر الذين ارتووا من النيل ماء عذبا فراتا، ومن الإسلام شرعة ومنهاجا، ومن القرآن هديا ونبراسا، ومن الإسلام شرعة ومنهاجا، ومن القرآن هديا ونبراسا. وفي تاريخ بلادنا سمح لكل الناس أن يجتمعوا تحت راية، إلا الدعاة حرموا من كل راية، لا لذنب اقترفوه ولا لجريمة ارتكبوها، ولكن لأن بقاء الطغاة مرهون بتفرق الدعاة. وكان إذا سمح للدعاة أن يجتمعوا فكان اجتماعاً لسماع الطغاة، ولكننا في يوم مختلف وفي أمر مختلف،
ونشيدنا الدائم ادعوا إلينا الدنيا فقد أبرمنا أمرا واجمعوا الناس نتلو عليهم ذكرا سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا وسننفخ في الجبان من روحنا صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا. أحبتي مع الداعية الطائر والحبيب الثائر مع الأمين العام بداية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور صلاح الدين سلطان فليتفضل مشكورا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فخامة الرئيس الأستاذ الدكتور محمد مرسي لك منا كل حب لك منا كل تقدير قلوبنا وقلوب الأمة تجأر لك بالدعاء بالليل والنهار في الإعلان والإصرار أن يعينك الله تبارك وتعالى على حمل أمانة ريادة مصر لتقود العالم كله نحو مجده وعزه ورشده كما قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عشنا أمة راكدة فخامة الرئيس وعلى يديك نريد أن نعيش أمة رائدة أمة يستمع لها في العالم كله وليس في الدنيا ما تتقدم به في مصر والعالم مثل أن يكون لك هذا الحضور بين الأزهر والأوقاف بين هذه العمائم النيرة والقلوب الخيرة بين أصحاب الخشية القلبية والحجة الشرعية والحركة الدعوية. إننا ندعوك أولا أن تتقي الله في هذه الأمة وفي هؤلاء العلماء. ندعوك فخامة الرئيس نرجو فخامتكم ثانيا أن تعين وزارة الأوقاف والأزهر أن تسترد لها أوقافها المسلوبة. أتمنى ألا يدعم العلماء من الخزانة التي تحتاج إلى الشعب المصري كله وإنما أوقاف الأزهر أوقاف العلماء أوقاف المساجد استلبها نظام عرف بالاستبداد السياسي والفساد المالي والتخلف الحضاري والتحلل الأخلاقي. نريدكم فخامة الرئيس كما سعيت إلى تطهير بالغ شكرك عليه العالم كله في المؤسسة
العسكرية أن يتقدم هذا التطهير إلى الإعلام والقضاء. سئمنا هذه الكلاكيع القانونية التي تجعل البلد في حالة ارتباك عالمي. نحن نريد تدخلا ظاهرا واضحا أن يكون القضاء بحق والإعلام بحق معبرا عن وجه مصر، الحضارة، العدالة. نحن نريدكم فخامة الرئيس أن تتقدموا بخطى ثابتة لريادة حقيقية لمصر، تبدأ من قضية الأمة فلسطين والقضية الموجعة لكل قلب في سوريا. إننا ندمى، نتحرق، نتألم لما يجري في سوريا كل يوم. نشكرك فخامة الرئيس، فعلت ما لم يحدث في العالم كله عندما سافرت إلى طهران، وسيذكر لك التاريخ ذلك بإذن الله. لكننا نريد حلا بمستوى مصر الكبيرة، مصر الرائدة، مصر الأمة العربية والإسلامية بإذن الله تبارك وتعالى. أخيرا أقول لكم، نحن بإذن الله سنتقدم بتبشير هذه الأمة أن الغد أفضل من اليوم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعلى أيديكم معشر الدعاة الكرام الأبرار الأحرار، وبهذه القيادة الرشيدة، وبمشيخة الأزهر المجيدة، بإذن الله تلتحم الجهود جميعا لنكون يدا واحدة، نكون بإذن الله قادة الإصلاح والتغيير، ليس في مصر وحدها وإنما في العالم كله. أسأل الله لكم في ليلة عرفة أن يجمعنا الله في ساحات تحرير المسجد الأقصى، في ساحات تحرير أمتنا وتحرير المظلومين في العالم كله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل الخطاب. أرسل خطابك واقرع الآذان، وعرف بروعة ديننا البلدان. أرسل خطابك والجميع متابع، والكل ينظر في علاك عيانا. أرسل خطابك والأنام جميعها ترنو إليك وترتجيك زمانا. واعلم بأنك لا تزال مسددا ما دمت تقرأ في الدجى قرآنا. أرسل خطابك، كلنا لك منصت، فالقلب يعشق هذه الأوزان. وأراك تخطو كي تقيم حضارة فتحرر الأكوان والأذهان. وأراك تعلنها ولا تخشى الأولى، خذلوا شريعة ربنا أزمانا. إن دعاة سلامة وحضارة نرعى الحقوق ونكرم الإنسان. نريد أن تبقى الحياة جميلة، نثري العقول ونرحم الحيوان. هذه محاسن ديننا أتحف بها يا أيها البطل المهاب مكانا، مع السيد رئيس الجمهورية فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فضيلة الشيخ الجليل الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأخ الشيخ محمد عبد الرازق وزارة الأوقاف، السادة الأحبة الإخوة الكرام الحضور، أحييكم ومن خلالكم أحيي شعبنا في مصر وأمتنا العربية والإسلامية بتحية الإسلام الخالدة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. فهذه ليلة يوم الوقوف بعرفة، حيث يجتمع الحجيج، يجتمع المسلمون من كل بلاد الأرض وبقاعها بشتى الألوان والألسنة والانتماءات العرقية والجغرافية والقومية، يجتمعون على كلمة واحدة: لبيك اللهم لبيك. وها نحن نقف في رحاب أزهرنا وفي ظل تاريخ الأزهر المجيد، وفي هذه القاعة التي أعتز بتكرار الوقوف فيها معكم مع أصحاب العمائم والعزائم مع الرجال الكرام، ها نحن أيضا نقول من قلوبنا بألسنتنا وبإدراك بعقولنا: لبيك اللهم لبيك. فنحن نلبي نداء ربنا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وبعد ذلك أيها الأحباب، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه آيات القرآن الكريم تدعونا إلى الشعيرة، إلى الحج للعمرة، ولكنها في ذات الوقت تقول لنا أن الإسلام منهج حياة متكامل، فإن الشعيرة معها فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحقاق الحق وإعلانه، وخاصة من العلماء. مسؤولية العلماء في هذه الآية: وأحسبكم جميعا ولا أزكيكم على الله، من هؤلاء الذين يصلحون ويبينون ويتحركون في دنيا الناس لإعلاء هذه القيمة، قيمة الدعوة إلى الله وإعمال هذه الفريضة. ولتكن منكم أمة وأنتم ممثلي هذا المعنى وهذه الأمة. الأحبة الكرام، أنتم منارات الهدى، ولا أزكيكم على الله، أنتم الذين تحملون هذا الحق في عقولكم وبين أجسادكم في قلوبكم، وتتحركون به في الناس بجوارحكم وتعلنونه بألسنتكم. هكذا نعرفكم
وهكذا يراكم الناس ويعرفونكم، لقد كنتم وما زلتم وإن شاء الله تستمرون علامات ومشاعل مضيئة لهذه الأمة، دعوة وحضارة، همة وإرادة، قولا وعملا، تضحية وجهادا. أحييكم من القلب في هذه المناسبة العطرة، مناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث التضحية بكل معانيها والفداء حسبة لله عز وجل، وهذا ما نذرنا له أنفسنا وما عشنا من أجله وما زلنا، وننظر إلى الأمام وندعو ربنا أن يوفقنا وأن يحفظ هذه الأمة لكي نستمر في ذات الطريق على هدي وعلى هدى من الله سبحانه وتعالى. آمين. سنح معك خلفك، نصرك الله بالقرآن الذي تحفظه. آمين. نصرك الله وحفظك بالقرآن الذي تحفظه. آمين. نحن معك ونحن خلفك، نحن يدا واحدة. هداك الله. جزاك الله خيرا. إن هذه الأمة، إن هذه الأمة أيها الأحباب لا يمكن أن تنهض بغير عقيدة، إن هذه الأمة أيها الأحباب لم تكن يوما لتنتصر بغير عقيدة، إن هذه الأمة التي جاهد أبناؤها، وهذا الشعب الذي قاوم رجاله ونساؤه من المسلمين والمسيحيين ضد كل أنواع الظلم والقهر والطغيان، هذا الشعب بهذه العقيدة وهذه الأمة بكم بهذا الفهم بهذا المنهج بتوفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل هذا وبعده ومعه، قادرون على أن ينهضوا، قادرة هذه الأمة على أن تنهض، وهي اليوم تفعل. جثت وحدثت لها كبوة، ولكنها أبداً لم تستسلم للقهر، ولم تترك الظالم يعيش هكذا سرمداً أو يهنأ بظلمه. أفسد المفسدون وفعلوا كل الأفاعيل السيئة، ولكن الأمة ظلت حية بكل قواها وأبنائها وخاصة عقيدتها، خاصة هذه العقيدة التي بها ومنها ننهض، وبدونها لا يمكن أبداً أن نسترد ما فات أو أن نعتلي منابر ومستويات وأماكن تستحقها هذه الأمة. إن الأزهر الشريف وأنتم أبناؤه والأوقاف، وهذا هو الوعاء الذي تعملون من خلاله، كان الأزهر وما زال وسيظل دائما الحارس بأبنائه لمعتقدات وسلوك وأفعال واتزان وتوازن هذه الأمة في حالها في الداخل وفي علاقاتها في الخارج. كل ما تطلبونه أيها الأحباب
حقكم في أن تكون الحياة كريمة، وأن يكون السعي متوازناً مستقراً آمناً في سربه في أهله، يؤدي واجبه ويحصل على ما يستحق من حقوق. ولا أظن أبداً أننا نستطيع أن نوفي الدعاة حقوقهم، فحقهم الأكبر عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الحقوق في الدنيا والقانون والاستقرار والاقتصاد، هذا ما أثني على طلباتكم فيه وأسعى لتحقيقه بكل ما أستطيع من جهد وما تمتلك الدولة من إمكانيات. وما قاله، ما نقل إلي عنكم اليوم، ما نقل إلي عنكم اليوم من مطالبكم أقدرها. وقد قابلت الأخ العزيز الأستاذ الدكتور طلعت منذ أسبوعين وتحدث معي في هذا الأمر، وكيف يمكن تحسين حال الدعاة المادي مع رضاهم بأن الله، ومعرفتهم بأن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. وجرى بيننا حديث أظنه بعده حصر بعض الأمور الداخلية في الوزارة، وأعلم أن هناك اتجاه لكي يتم زيادة الدخول الشهرية طبقا للموارد الموجودة في الوزارة، والمتاح منها قليل لكنها هي كثيرة وكبيرة. ولذلك معه ومعكم سوف أسعى جاهدا في الفترة القادمة لكي أحقق لكم بعض الذي تريدون قدر المستطاع. ومن الآن سوف تكون إن شاء الله هناك لجنة يشرف عليها رئيس الوزراء ويقودها وزير الأوقاف، ومعه من الجهات والمؤسسات والوزارات المعنية أعضاء لحصر الأوقاف في كل أنحاء الجمهورية، حصراً جغرافياً أفقياً رأسياً، ومع من هي وكيفية استردادها بالطرق القانونية المشروعة دون حدوث أي خلل في داخل الدولة المصرية. سوف أفعل ذلك بعد العيد مباشرة، وكل عام وأنتم بخير. أيها الأحباب، لا يخفى عليكم أن النشء يحتاج إلى التربية، وأن المجتمع يحتاج إلى التوجيه والتثقيف، وأننا جميعا في مصرنا في حاجة إلى إعادة صياغة الوعي والعقل في الاتجاه الذي يجعلنا أكثر فعالية وأكثر إنتاجا وأكثر قبل ذلك كله إرضاءً لربنا. ولذلك وبالأمس والأمس القريب وأمس حقيقة التقيت مع ممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية بكل أطيافها، وتناقشنا طويلا حول دور أصحاب العقائد في تربية النشء وتوجيه المجتمع والدفع بالجميع نحو العمل والفعل والإنتاج والاعتماد على الذات. وقد رأيت جدية منهم جميعا، ورأيت حرصا أسعدني منهم جميعا، وكان على رأس الحاضرين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر،
واليوم وأنا ألتقي بكم وأسعد بهذا أدعوكم جميعاً، بل أطلب منكم أريدكم أن تنتشروا 55,000 من الدعاة الذين يمثلون وزارة الأوقاف، وأكثر من هذا العدد من الدعاة الذين ربما لا يعملون بوظيفة في الأوقاف، يحملون معاني هذا الدين الحنيف ويعرفون حقيقته ويعبرون حقاً عن مضمونه ومكنونه. عليهم جميعاً، عليكم أيها الأحباب، أن تنتشروا بين الشباب، بين الرجال، بين النساء، في المساجد وفي المصانع وفي الشوارع، أينما وجد الناس الأحباب المصريون، لتقولوا كلمة حق، لتربوا الأمة على صحيح هذا الدين، ليعرف الناس حقيقة الإسلام وكيف أنه دين الله الحق، وكيف أنه لا يفتئت على أحد ولا يجبر أحداً على معتقد، وإنما يعطي الحرية للجميع في الاعتقاد قبل كل شيء آخر، وهذه أعلى درجات الحرية. أيها الأحباب، يحتاج المجتمع إليكم، وتحتاج مصر إليكم، وكلنا في احتياج لأهلنا ولمصرنا، وعلينا واجبات كثيرة. علينا أن نسعى وإدراك النجاح والتوفيق من الله، ومصرنا بخير، مواردنا ليست قليلة، وإمكانيات النهوض شاخصة أمامنا، وما حدث في الماضي لا يمكن أن يتكرر الآن أو في المستقبل، ونحن الآن بفضل الله بكم وبشعب مصر جميعاً نتصدى لكل أنواع الفساد، ونقف لإدارة هذه الموارد باقتدار وبعلم ومعرفة ودراية. ننظر حولنا وأمامنا، ونضع أيدينا على مواطن الداء، ونهيئ الأجواء للاستثمار وللعمل الجاد وللإنتاج. ونحتاج كلنا أن ننظر في أمرنا لنعرف أننا بفضل الله وحوله وقوته قادرون على عبور هذه المرحلة. وأنا أحب دائماً أن أقول معكم، وأتوجه بما أقول لأهل مصر جميعاً، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله علينا، حبنا لبعضنا البعض، تعاوننا مع بعضنا البعض، صبرنا على بعضنا البعض، حب الوطن وهو من الإيمان، والانتماء إليه بحق، والحرص على العطاء، والحرص على العدل، والحرص على إحقاق الحق وإعطاء الناس حقوقهم، هذا ما نسهر عليه ولا نفرط فيه أبدا. قد يأخذ هذا بعض الوقت، ولكنه لا يأخذ كل الوقت، وإنما ما نحتاج إليه همة الرجال والدعاة في المقدمة، عزيمة الرجال والدعاة في أول الصفوف، الفهم والإدراك والرؤية، ثم العمل والسلوك والتطبيق والفعل والإنتاج بالعرق بالكد بالاجتهاد. حالنا في مصر معروف، والحمد لله نحن بخير، مصر بخير، والغد أفضل إن شاء الله. نحن ننظر أمامنا ولا ننظر خلفنا، نحن متفائلون جميعا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولو أن أهل القرى
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعمل ونقول يا رب، نخطط ونتوجه إلى الله، ننفذ وننتظر الرزق بالبركة، ونتعاون ونعلم أن يد الله مع الجماعة، وأنه سبحانه وتعالى لن يخذل هذا الشعب أبدا، لن يخذل الله هذا الشعب أبدا، لأن الذي أجرى هذا الأمر هو الله، والذي دبر لهذه الثورة هو الله، والذي وحد هذه الصفوف هو الله. لا بد وأن ذلك كان لغرض كبير، لحق يريده الله. ولذلك نقول أنه إذا كان الله معنا مع شعب مصر، فلا أحد أبدا يستطيع أن يعطل أو يعرقل مسيرته. ثقوا في أن الله مخرج هذه الأمة إلى شواطئ الخير إن شاء الله. ثقوا في أن الله سبحانه وتعالى لا يريد لنا إلا الخير. ثقوا في أن الله يفرح بعودتنا إليه كما تعلمون جميعا، ونحن نعود إليه نستظل بظله سبحانه وتعالى، ونقوم على أمر ما أمرنا به سبحانه وتعالى من حق وعدل بين الناس. أيها الأحباب الكرام، أيها الرجال الدعاة، أيها القادة لهذه الأمة وهذا المجتمع، هذا دوركم، هذه هي مصر تحتاج إليكم، فهل أنتم مستعدون؟ إن شاء الله، إن شاء الله يوفقكم رب العباد سبحانه وتعالى. لا تقلقوا واطمئنوا إلى جنب الله، لدينا الكثير نحن كمصريين لنقدمه لأنفسنا وأبنائنا ووطننا وأحفادنا، وسوف يكون إن شاء الله. لدينا وأمامنا أيضا تحديات كثيرة تحتاج إلى همة الرجال، تحتاج إلى السهر، تحتاج إلى العمل، تحتاج إلى التعاون، تحتاج إلى الوحدة، وأهل مصر أهل لذلك إن شاء الله. شأننا بأيدينا، إرادتنا نمتلكها، مواردنا لنا بهذه الإرادة وبامتلاك هذا الشأن وبهذه الموارد وبالوقوف معا يد واحدة ضد كل فساد كان أو أذناب لهذا الفساد يحاولون عبثا أن يعودوا بالوطن إليه، ولن يكون. إن شاء الله بحول الله وقوته ستمضي هذه المسيرة إلى آفاقها بتوفيق الله. ثم أيها الأحباب، نحن جزء من هذا العالم، نحن جزء من هذا العالم، أبت الجبال أن تحملها وأبت السماوات والأرض فحملها الإنسان، رعاك الله، رعاك الله، وسدد الله على الخير خطاك، ولا تنظر إلى الخلف لأن السفينة تسير بإذن الله. واعلم جيدا متى يستقيم البنيان يوما، إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، والله يعصمك من الناس لأنك حافظا لكتاب الله، وأنت دعوة، والله إنك لدعوة، رأيناها في سواد الليل فرأيناها نهارا. الله نحن أيها الأحباب جزء من هذا العالم، نحن جزء من هذا العالم، وهكذا كان المسلمون دائما، لأن الدعوة تعني الانتقال بالخير إلى الناس، فإذا لم يكن بين الداعي ومن حوله جسور صلة وتواصل، فكيف يدعوهم إلى ما يحمل من خير وحق؟ دائما كان المسلمون جزء عظيم من العالم الذي يعيشون فيه، وهكذا نحن الآن جزء من هذا العالم. دائما كنا والآن ننهض لنكون كما كنا دائما
نقدم الخير للناس ونجيء إليهم برسالة سلام، ونتواصل معهم ونتعارف بيننا وبينهم، ولا نستعلي على أحد، وإن تميزنا فيكون التميز بحسن الخلق وبحسن التواصل والتعامل مع غيرنا من الناس. إن قضية فلسطين التي يحملها كل المصريون هي قضية أساسية ومحورية في حركتنا مع العالم. إن مصر الثورة، إن مصر الكبيرة التي أعلنت من خلال قيادتها أنها تحترم الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية، لا يعني ذلك أبداً أن ترضى مصر الثورة بما كان يرضى به من سبق. لا يمكن أن نرضى أو نقبل بأن يعتدى على الفلسطينيين، لا يمكن أن نقبل أبداً، لا يمكن أن نقبل أبداً بأن يحاصر شعب فلسطين، لا يمكن أن تقر أعيننا ونحن نرى أي نوع من العدوان بأي شكل من الأشكال على أهل فلسطين. نحن نتواصل مع أهلنا في فلسطين، نحن ندعم أهلنا في فلسطين، نحن نمدهم بما يحتاجون إليه من غذاء ودواء ومعن يحتاجون إليها في حياتهم، ولا نقبل أبداً أن يعتدي أحد عليهم، وما يقع لا نقبله، نرفضه، نقف ضده. لا يمكن أبداً أن نرضى أو نوافق أو نغض الطرف عن أي عدوان على الفلسطينيين. قضية محورية بالنسبة لنا جميعاً، فأمنهم أمننا وحياتهم تتواصل ونتواصل معها، ودماؤهم دماؤنا وأعراضهم أعراضنا، فهم منا ونحن منهم، وما لا نرضاه لأنفسنا من عدوان علينا لا نرضاه أبداً لكي يعتدي عليهم أحد كائناً من كان. لا نعلن حروباً على أحد، لا نعلن حروباً على أحد، ولكننا نعلن بوضوح، لا نعلن حروباً على أحد، ولكننا نعلن بوضوح أن الحق الفلسطيني لن يضيع، وأننا في خندق واحد مع أهلنا ضد أي عدوان عليهم. ثم أيها الأحباب، أنا لا ألتفت كثيراً إلى صغائر هنا أو هناك، ورقة مكتوبة أو مغشوشة أو كانت ما تكون، هذه أمور لا قيمة لها، إنما الرجال بالمواقف وليس فقط بالأقوال، إنما الرجال بالأعمال. وأهل مصر ورئيسهم مواقفهم وأعمالهم وتبنيهم للقضية الفلسطينية واضح جداً، فلا نقبل ولن نقبل بأي نوع من إهدار الحق الفلسطيني أو العدوان عليه. وما يقرره الفلسطينيون لأنفسهم، ما يتفقون عليه من قرار، نحن ندعمه ونقف معه ونؤيده ونتحرك به معهم في هذا العالم في شرقه وغربه. هذا موقفنا، موقف مصر الشعب، موقف مصر الرجال، موقف مصر الدولة، موقف مصر حكومة ورئيسا بالنسبة للقضية الفلسطينية التي نحملها جميعا على أكتافنا. هذه قضية أساسية، هذه قضية أساسية
بالنسبة لنا أيها الأحباب. ثم أيها الأحباب الكرام، وأنتم دعاة الخير في هذه الأمة، إن لنا رئة أخرى في سوريا نتنفس من خلالها عبق تاريخ كنا فيه دائما جنبا إلى جنب، نتنفس من خلالها حرية عرفناها معا ودعوة عرفناها معا، سرنا زمنا طويلا وتاريخا مشرفا. أهل الشام ومصر كانوا وإن شاء الله ما زالوا على قلب رجل واحد، ولذلك خصوصية كبيرة بين شعب مصر وشعب سوريا. وقد أعلنت منذ أيام دعوة واضحة للنظام السوري أن يتوقف عن سفك الدماء، وخاصة في عيد الأضحى يجب أن يتوقف عن سفك الدماء تماما، أقول خاصة كبداية وكخطوة أولى، يتوقف عن سفك الدماء، دماء الشعب السوري الغالية علينا، عليه أن يفعل، عليه أن يلتزم ويتوقف، وإلا فحركتنا تزداد يوما بعد يوم لكي نمنعه من ذلك، ولكي نقف إلى جوار وفي صف الشعب السوري لكي ينال حريته ويتخلص من هذا النظام الظالم ويعيد ترتيب أوراق بيته بطريقته وإرادته. نقف إلى جواره، لا نتدخل في شأنه، نؤيد قراراته ومقاومته لهذا الظلم، لهذا النظام الظالم الذي يسفك دماء الأبرياء ليل نهار. وهذا جزء لا يتجزأ من حركتنا الخارجية في هذه الأيام. أيها الأحباب، في عيد الأضحى لا ننام ونرى الدماء تسفك في سوريا، وفي عيد الأضحى لا ننام ونرى أي عدوان على إخواننا في فلسطين في غزة على وجه الخصوص. في عيد الأضحى لا ننام وجيراننا نحن شبعى وهم جوعى، لا ننام أبدا، ولكننا نتحرك في كل اتجاه لكي نقوم بدورنا تجاه قضايا هذه الأمة العظيمة. ونحن نحمل هذه الرسالة، رسالة السلام الذي هو جزء لا يتجزأ من الإسلام، ولكن لا يغرن أحدا أبدا أن يكون الكلام عن رسالة السلام معناه الاستسلام أو التراجع أو الخور أو الضعف أو التقاعث عن فعل ما يجب أن نفعل وواجب وأداء واجب علينا لأمتنا. هذا الشعب المصري العظيم يعرف دوره ويعرف مكانه، وهو الآن عاد إلى ذات المكان الذي كان عليه منذ زمن طويل، رائداً لأمته، مضحياً من أجلها، يقف معها في كل خنادقها لكي تنهض الأمة بأسرها وهي كذلك. أيها الأحباب، نحن لا نتدخل في شؤون أحد، نحن أبداً لا نحرص ولا نريد، وليست هذه خطتنا، ولا نقرر أبداً أن نتدخل في شؤون الشعوب أو أن نتدخل بين الشعوب والحكومات أو بين النظم، إنما شأننا في مصر خاص بنا وغيرنا شأنه خاص به، ولكننا نقف دائماً إلى جانب العدل وإلى الحق وإلى رغبة الشعوب التي تريد أن تعيش حياة كريمة. إن هذا العالم الآن يقدم ويقدر، يقدم لكم كل احترام لهذا الشعب، لشعب مصر يقدم له كل احترام ويقدر دوره في إرساء منظومة حقيقية لإعادة صياغة هذا العالم الذي نعيش فيه،
على أساس من الحق والعدل والسلام. ولذلك عندما أقول هذا الكلام إنما أنا بذلك أسير مع ركب الإنسانية وأتحدث عن حقيقة يريدها الناس جميعا، أن يكون هناك سلام قائم على الحق والعدل بين كل شعوب الأرض. وهذه رسالة أصيلة للإسلام. في عيد الأضحية، في عيد التضحية، في عيد الطاعة في الحق، طاعة الابن لأبيه وطاعة الأب لربه، عندما بدا له أنه أمر بذبح ولده فهم أن يفعل حسبة لله عز وجل بأغلى ما يملك، ما نملكه نحن لكي نبذله في سبيل وطننا، عقولنا، أجسادنا، أرواحنا، نقدمها فداء لهذا الشعب وهذا الوطن، رخيصة له إن شاء الله، غالية ثمينة عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، هذه مناسبة طيبة كريمة سعدت فيها بالوقوف معكم وبالتواصل والحديث إليكم، فكل عام وأنتم بخير. ومن خلالكم أقول لكل شعب مصر، لكل المسلمين، للحجيج، لمن يقفون غدا في عرفات الله، أقول لهم جميعا كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم جميعا بالخير واليمن والاستقرار والبركة. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم، جزاكم الله خير. حضراتكم مشاهدينا، نقلنا لحضراتكم مشاهدينا، نشاهد معكم